السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اليوم الجمعة 21/8 ومن مجزر البساتين تم تحميل كمية 15 طن موزعة على 4 مديريات: مديرية أوقاف الجيزة 4 طن، مديرية أوقاف اسكندرية 4 طن، مديرية أوقاف الشرقية 4 طن، مديرية أوقاف الإسماعيلية 3 طن. ومع كل سيارة مفتش عام من تفتيش الوزارة لتسليم الكمية المقررة إلى مدير المديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم الموافق الجمعة 21/8/2020، صبر السيد صابر متوجه إلى إدارة الشرقية بعدد 4 طن لحوم صكوك الأضاحي. محمد يسر عبد الحميد سائق لدى الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، متجه الآن إلى محافظة الإسماعيلية بحمولة 3 طن لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السائق رضا رشاد تابع للشركة العامة لتجارة الجملة تابع لوزارة التموين. إن شاء الله النهاردة الجمعة الموافق 21/8/2020 محمل 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي متجه إلى مديرية أوقاف اسكندرية.